كابتن محمد، لو انتقلنا الحديث عن فريق برشلونة الذي يلعب لاحقا هذه الأمسية، خسر في كأس خوان جامبر أمام موناكو، لكن بعد ذلك قدم واحدة من أفضل بدايات في آخر 10 أو حتى 20 سنة مع فليك، الذي تشير مؤشرات الأولى بأنه فعلا الرجل المناسب لقيادة هذه المنظومة. بص، الانطباع الأول دايما يدوم، والانطباع الأول عن هانز فليك مع برشلونة انطباع فوق الممتاز. الاستمرارية مهمة، 5 مباريات، 15 نقطة، لعب مفتوح، لعب سريع، ضغط عالي، استرجاع الكرة بسرعة، العمل بدون كرة عمل مميز. فركب لبرشلونة موتور ألماني، والألمان دايما هيضيفوا الناحية البدنية والجاهزية البدنية يا كابتن محمد. هذه أرقام الكابتن، طبعا 5 مباريات 5 انتصارات، 17 هدف سجل، استقبل 4 فقط، 96 تسديدة في 5 مباريات، رقم قياسي لبرشلونة. كنا بنقول اللعيبة بتاع برشلونة عاوزة تخش الكرة تخش بجول الكرة. النهارده لا، التسديد احد الحلول. العمل بدون كره محمد، بدري اخر مباراه يا كابتن محمد استرجع الكره حوالي 11 مره. لامين يامال عمل سبرنتات عشان يدافع حوالي 15 16 سبرنت، عكس طبيعه لعبهم اصلا، دليل القناعه بالعقليه الجديده. بالظبط، عشان كده اللعيب الجاهزيه البدنيه هتخليه يطبق اللي هو فيه تفكيره اللي في دماغه. فالنهارده الانطباع الاول مميز قوي من الجاهزيه البدنيه، من اللعب المباشر، من الضغط العالي، من استرجاع الكره بسرعه. والفكر القيادي كابتن، الاخبار من داخل النادي ان هذا الرجل احيانا يصل للنادي 7 صباحا، يخرج 8 مساء، يحلل، يشاهد مباريات الشباب والناشئين، يعني دخل في المنظومه كقائد للمنظومه، ليس فقط الفريق الاول في النادي. هو في اللقاءات بتاعته كابتن محمد بيقول لك حلم عمري ان انا ادرب برشلونه. مدرب كبير قال لك حلم عمري ان ادرب برشلونه، فحلم عمره بيتحقق الان على الواقع. بعض المدربين لما يصل لحلمه يكابر، ما يقول لك ان هذا كان حلمي، انه عادي انا في مهمه التدريب. هو اعترف بذلك. طبعا هو معترف ان هو بيدرب اسم كبير. الحاجه المهمه قوي في المنافسات لبرشلونه يا كابتن محمد في اوروبا، هو بينافس على البطولات المحليه، انما اوروبا تحس ان في الفريق نوعا ما ناسي انه برشلونه. فالحاجات المهمه في البدايات في دوري الابطال بدايات مهمه، الدوري هيتنافس عليه، ده الوضع الطبيعي، انما في البطولات الاوروبيه لازم الشخصيه تعود مره اخرى لبرشلونه اللي كان معودنا في السنين اللي فاتت على هذه الشخصيه القويه. من المباراه الاولى. تعال الان نتحدث عن مباراه هذه الامسيه، ونبدا بلقاء فاينورد وباير ليفركوزن، واحد يمثل كره القدم الهولنديه التي تتمنى اكيد ان تتحسن بشكل كبير وتعود لسابق عهدها، والاخر كان ابرز مفاجات الموسم الماضي على مستوى كره القدم الاوروبيه، باير ليفركوزن. Yes, I'm very happy with Feyenoord. فعلا أنا سعيد جدا بأن فاينورد يعود إلى دوري الأبطال أخيرا، مرت فترة طويلة. النادي قام بعمل جيد جدا مع سلوت. سلوت ترك النادي، مدرب جديد أتى، وما لم أفهمه هو أنه عندما أتى سلوت أعطى لفاينورد هويتهم من جديد وكيف يلعبون كرة القدم. كانت كرة قدم جميلة جيدة، وسنتين أو ثلاث من كرة القدم سابقا لم نعرفها، وفجأة يأتون بشخص لديه أسلوب مختلف تماما، أنا لا أفهم ذلك. في البداية الأمر لم ينجح، ولم ينجح بالمرة، كانت كرة قدم سيئة، مستوى سيء، اللاعبين لم يعرفوا ما يجب فعله. إذن أخيرا استدار وعاد إلى المنظومة القديمة، ولكن خسر شهرا من التحضيرات والتجهيز فقط لأنه أراد أن يجرب شيئا جديد. أنا ألوم قليلا كذلك الإدارة والمسؤولين على ذلك، لأنه من المفروض أن تأتي بمدرب لديه نفس الفكرة. إذا ما رأينا فريق ليفربول على سبيل المثال، أتوا بمدرب لديه نفس فلسفة ما فعله يورجن كلوب سابقا، في نفس الأسلوب، المنظومة على الأقل تبقى نفسها. إذا فاينورد واجه صعوبات قليلا نوعا ما، ولكن رغم ذلك لا يزال الفريق جيد محترم بما فيه الكفاية. بعض اللاعبين المهمين غادروا، خيفراودا أولهم كان يلعب في الدفاع، غادر الفريق. إذا فاينورد أنا فضولي، أريد أن أرى ما سيفعله هذا الفريق في دوري الأبطال. في المرة الأخيرة بيز في ايندهوفن لم يكن في حالة جيدة، هذا ما رأيناه أمام يوفنتوس. إذا سنرى كيف تكون الفعالية في دوري الأبطال ومدى أهميتها. أتمنى لفاينورد تحديدا أن يأخذ درسا مما حصل لأيندهوفن. هو عموما يا محمد اللي هيلعب رقم 6 في فاينورد مهم، سواء هوانج أو زروك. ليه؟ لأن دي المساحة اللي بيشتغل فيها فيرتس. مارتن تريير. اسالك عن فيرتس. طبعا. وعن تمركزه اللي شاهدنا على الجانب في منتخب المانيا بفعاليه اقل مما يلعب في فريق ليفركوزن، كان احد اهم اسباب نجاح فريق موسم ماضي. لانه هو اللي بيعمل الفرق في الثلث الاخير. هو بيديله حريه الونسو. النهارده هو بيلعب تحت بونيفيس، هو ومارتن تريير. الاثنين بيلعبوا 10.
بس هو بيبقى ليه حريه اكتر انه يتحرك شمال ويمين ويبقى ورا بونيفيس ومساندا، وتحركاته بناء عليها يتحرك مارتن تيريه، يعني هو مش مرتبط باللي جنبه. طيب وتشاكا ادوار دفاعيه اكثر، اندريش وتشاكا الاثنين نوعا ما في توازن، ممكن واحد يروح والتاني يستنى. هم عموما يا كابتن محمد ميزه ليفركوزن انه بيلعب كره مفتوحه وبيجر المنافس للي هو عايزه، عاوز العب لعب مفتوح هتلعب مفتوح. حتى ماتشاتهم في الدوري الالماني 3-2 3-2 4-1، لا وصراع في اللعب، وعندهم توسيع الملعب كويس قوي، جيرمالدو ناحيه الشمال وفيرمون ناحيه اليمين، بيوسعوا الملعب كويس عشان اللعيبه اللي في عمق الملعب يقدروا يشتغلوا صح، سواء فيرتز سواء تيرير، الاثنين مميزين في عمليه التمركز بين الخطوط. فسواء زروكي او هوانج او تيمبر، الثلاثه لازم يحموا الاربع مدافعين اللي قدامهم، وده ما شفتهوش انا في الملخصات بتاع فاينل في الدوري الهولندي، اربع مباريات ولا كلين شيت، والتواصل ما بين حارس المرمى والاربع مدافعين مش موجود، فالخطوط بتاعتهم متباعده. تغيير مدرب لسه البصمه ما ظهرتش، فاعتقد ان المباراه منتظره، انا منتظر ثلاث مباريات في هذا اليوم يا كابتن محمد، منهم فاينل ليفركوزن، اتلانتا ارسنال، لايبزيج اتلتيكو مدريد. برشلونه موناكو؟ لا برشلونه اعتقد في اتجاه واحد. طيب دعونا ننتقل مباشرة إلى ملعب فاينورد الذي يتسع بنحو 51 ألف متفرج لنتابع معكم دخول لاعبي الفريقين فاينورد وليفركوزن لهذه المباراة، نستمع بعد ذلك للنشيد التاريخي لدوري أبطال أوروبا مع حضور واحد من أفضل مدربي العالم في نسخة استثنائية قدم الموسم الماضي مع ليفركوزن السيد تشابي ألونسو. ونتائج فاينورد عبد العزيز في الدوري المحلي تؤكد كلام رود خولت، 6 نقاط في 4 مباريات، مرتبة 8 لا تليق بما قدم الفريق موسم ماضي. وهذا يقودنا الحديث عن المنظومة الكروية، تدرست ماجستير الفيفا ودائما تساءل من يقود منظومة في كرة قدم، هل هم أهل الرياضة أصحاب كرة قدم أم الاقتصاد أم الساسة أم من، وهذا مرتبط بمن يقود منظومة من ناحية فنية، هل هو سيستم يجب أن يستمر بغض النظر عن من يدبر الفريق أم لكل مدرب أسلوب خاص يمكن أن يغير من خلال شكل الفريق؟ في النهاية القرارات محمد يجب أن تكون مرتبطة بما لديك، بأن تحلل الوضع العام، ما لديك من لاعبين من خصائص، كيف من الممكن أن تلعب، بعد ذلك تأتي بالمدرب الذي يناسب المنظومة. بيرسكي المدرب الدنماركي كان يدرب في سبارتا براغ، نظام لعب مختلف، يلعب بالثلاثة أربعة ثلاثة، ثلاثة خمسة اثنين في بعض الأوقات، عكس أرن سلوت في الموسم الماضي. في هذا الموسم يريد أن يطبق نفس الأمر كما قال رود، بأن يلعب بنفس نظام اللعب، نظام مختلف عما كان معتاد عليه اللاعبين، لذلك النتائج لم تأتي، لكن المبادئ تقريبا هي نفسها، محاولة استحواذ على الكرة بشكل أكبر، محاولة لعب كرة هجومية. كنت تشاهد سبارتا براغ في الموسم الماضي في الدوري الأوروبي وكان يقدم كرة قدم جميلة، ولكن كان يستقبل الكثير من الأهداف. هذا الأمر تقريبا مكرر الآن مع فاينورد، يستقبل الأهداف بسبب تغيير نظام اللعب، محاولة اللعب بخط عالي، محاولة أن يخلق زيادة عددية في المقدمة بالاعتماد على الأطراف بشكل أكبر، ولكن في النهاية لم يسر الوضع كما تمناه مسؤولو فاينورد. في النهاية هو فريق عريق.